حسينية في صنعاء، هل اكتمل البناء الطائفي لدولة الحوثي في منطقة الشمال؟ كيف تحولت معركة استعادة الدولة إلى طوق طائفي بخاصرة السعودية؟ هل هذا ما يسعى له التحالف؟ أم سيفيق الجميع على حشود طائفية تتعارض أفكارها مع الجمهورية والهوية وأمن المنطقة؟ أهلا بكم. حشود طائفية تتسع دائرتها في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا، عبء يدرك خطره اليمنيون. فالحوثيون يسعون لاستكمال مشروع إيران، خصوصا بعد تحول التحالف عن أهدافه، وبات يستهدف الشرعية ويأكل الأرض من تحت أقدامها، ويفتح الباب لمتاهة بشرية مرعبة تحمل لافتات طائفية ستحمل معها نقمة اليمنيين جميعهم على الأرض المجاورة. فهل تركت حروب التحالف أطمعه في اليمن الحوثي ليسترخي ويبدأ في عملية تنفيذ مشروعه الطائفي وترتيب أوراقه العسكرية؟ ما مخاطر انشغال الشرعية وجيشها ومقاومتها بمعارك جانبية خلقها التحالف لليمنيين وأزاحهم عن معركتهم الحقيقية؟ لماذا تحول الإمارات المعركة على الأرض اليمنية لصالح الميليشيا الحوثي؟ ألا يدرك النظام السعودي أنه سيفيق يوما على حشد طائفي يطوقه من كل الجهات، وأن حسينيات صنعاء قد تتحول إلى السعودية خطا مفتوحا للنار؟ مأساة يوم الطف كانت ضربة للدين في صمامه. يعيش الحوثيون فترة استراحة محارب، كيف لا وقد تكفل حلفاء الأمس أعداء اليوم بحروبهم وكفوهم شر مواجهة المقاومة والجيش الوطني. يؤسس الحوثيون في مناطق سيطرتهم لأكبر عملية حشد وتطييف مجتمعي، ظهر ذلك جليا من خلال تنظيم فعالية احتفالهم بيوم عاشوراء. عاشوراء يوم تقدسه الجماعة الشيعية، وهو من المناسبات التي أسست لها ميليشيا الحوثي في أوساط اليمنيين وفتحت قاعاتها ومواقعها للحسينيات على خطى إيران. أمسيات حسينية بكائية نظمت في أحياء صنعاء ومناطق أخرى من العاصمة وبقية المدن بنفقات مالية مهولة. من يرفض هذه الحسينيات أو من يرفض أداء القسم في نهاية الفعاليات يعتبره الحوثيون من أعداء الله. تسيطر ميليشيا الحوثي على معظم المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية، وتعمل على تأسيس دولة شيعية على الحدود السعودية، فيما تفشل السعودية بتأمين حدودها. منذ عام ونصف لجأت السعودية لتجنيد شباب يمنيين للدفاع عن حدودها، لكن تحشيد الحوثي لآلاف اليمنيين تحت لافتة الطائفية مكرهين أو مرغبين سيجعل خط الحدود السعودي خطاً مفتوحاً للنار. فعلى العكس من الإمارات التي ترسم مصالحها وهي تدرك أنها ستظل بمنأى عن أي خطر يمني، تتلقى السعودية ضربات مباشرة ويزداد مستوى التهديد. فبعد 5 سنوات من الحرب أصبح الحوثي أكثر فاعلية، وبات يفرض قواعد الحرب ويشن هجماته بطائرته المسيرة والصواريخ البالستية المطورة على المطارات والمنشآت النفطية في العمق السعودي. عسكرياً انتهى دور التحالف العربي الذي تأسس لدعم الشرعية وتحول لشن معاركه التوسعية في المناطق المحررة وانتزاعها من قبضة الشرعية، وتكفلت الإمارات بدعم ميليشيات أخرى سيطرت على العاصمة المؤقتة وعزلت الشرعية عن أرضها. 5 سنوات تبدو مؤشرات مستقبل الحرب واضحة في اتجاه البلد نحو التشظي، خصوصاً أن شرعية هادي القابعة خارج البلاد محاطة بتعقيدات كبيرة، أبرزها غموض موقف الرئيس هادي نفسه من القضايا المصيرية. تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان هادي يرزح تحت الإقامة الجبرية أو أنه أسلم البلد لفك الشيطان وجند قواته لحماية كرسيه من المخاطر.
إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والباحث نبيل البكيري، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. أهلا بك. إذا حشود ضخمة وحسينيات تقيمها ميليشيا الحوثي في صنعاء، وهناك آلاف من الأنصار يقيمون هذه الحسينيات الطائفية، كيف تتابع ذلك؟ لا شك هذا المنحى الأكثر قتامة في المشهد اليمني هو نتيجة طبيعية لتوقف المعارك منذ فترة طويلة، وعودة اليمنيين للصراع البيني فيما بينهم في المناطق المحررة، وترك الحوثي يعبث ويعيد صياغة المجتمع وإعادة تفكيره وثقافته وسلوكه بطبعة جديدة من مخابراتية هجينة بين الزيدية والاثنى عشرية التي تمثلها جماعات الحوثي اليوم. أنا باعتقادي هذا المشهد هو الأكثر قساوة وأكثر قساوة من الحرب نفسها، بالنظر لأنها تترك ندوبات على جدار الوطن، تعمل على إعادة فرز المجتمع طائفياً وعقائدياً، تعمل على ترسيخ هذا الانقسام بفعل هذه الثقافة الوافدة الجديدة التي لم يشهد المجتمع اليمني مثلها سابقاً. نحن أمام حالة جديدة من يعني من الصراع، يتمثل الأدوات الثقافية والتربوية والدراسية أهم وأخطر أدواتها على الإطلاق، بالنظر إلى أنها تسعى إلى إعادة صياغة هوية جديدة للناشئ والأطفال الذين في المدارس في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثي. كل هذه يعني كل هذا العمل الذي يتم على قدم وساق على امتداد السنوات الخمس الماضية، هذا سيمثل إشكال كبير مستقبلاً في إعادة زعزعة الهوية الوطنية وإعادة تفكيكها وتفخيخها من الداخل بصراعات تاريخية طائفية قديمة لا علاقة للأجيال ولا علاقة للمستقبل بها، وبالتالي نحن سنكون أمام خطر حقيقي فيما يتعلق حتى ولو استعيدت هذه المناطق سيكون هناك إشكالية خطيرة فيما يتعلق بإعادة دمج وإعادة تأهيل هؤلاء الشباب والناشئ وإعادتهم المسار الوطني. نعم، خاصة أستاذ نبيل، ونحن نتكلم عن تجريف ثقافي فكري مهول في أوساط الناس، يعني الآن الحوثيون يبنون دولة طائفية بامتياز، كيف يعني أو ما مخاطر مثل هذه الثقافة على مستقبل البلد وخاصة على الجيل القادم؟ والله الإشكالية الأخطر هنا أنه يعني إذا كانت الحرب قد قامت قبل أكثر من خمس سنوات، يعني بالانقلاب التي تمثل بانقلاب 21 سبتمبر، هو قام أيضا بطريقة وجود فراغ سياسي كان موجود، بوجود أيضا تباينات بين القوى السياسية هيئت أو أجدت الظرف المناسب لمثل هذا الانقلاب، لكن في حقيقة الأمر كان قلب هذا الانقلاب بنواة هذا الانقلاب هو تنظيم طائفي سلالي عمل واشتغل طويلا في أوساط المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية، وحتى اخترق بعض الأحزاب السياسية والمجتمعات المنظمة المجتمع المدني واخترق سفارات بعض البلدان، وبالتالي هذا اليوم يعني هذا التنظيم السري الذي كان يدير كل هذا المشهد حتى وصل له هذا اليوم، اليوم يعبر عن نفسه من تنظيم كان سريا إلى تنظيم جماهيري عريض. هذا التنظيم يحمل ملامح دولة طائفية مذهبية قامعة للحقوق والحريات، لا تؤمن بوطنية اليمنيين ولا تؤمن أيضا بالمشتركات الوطنية والإنسانية، هي تكرس ثقافة المذهب والطائفة والمنطقة الواحدة. وبالتالي أنا باعتقادي خطورة مثل هذا التوجه اليوم اللي نشهده حتى في وسائل الإعلام، نشهده أيضا في وسائل التواصل، وحجم يعني حجم مثل هذا يعني عدد صياغة هوية جديدة مغايرة للهوية اليمنية التاريخية وحتى الوطنية والثقافية اليمنية، أنا باعتقادي هذا سيمثل أهم وأخطر الألغام التي ستكون في طريق أي توجه نحو المستقبل تجاه اليمنيين، سواء على المستوى كان هذا التوجه للمستقبل عن طريق حسم معركة عسكرية أو حتى بالعودة إلى المسار السياسي. أنا باعتقادي هذا نقل هذا النموذج من الضاحية الجنوبية في لبنان وتحويل واستغراس أو محاولة استزراع هذا النموذج في الحالة اليمنية، أنا باعتقادي سيكون من أهم عقبات استعادة الدولة واستعادة اليمن الواحد فكرا وثقافة، رغم أيضا وجود مثلا النتوءات المذهبية لكن لم تكن بهذه الصورة المخابراتية الحادة التي
تظهر والفاقعة التي تريد أن تفرض وتقصر الناس على تفكير وسلوك ونموذج وقراءة تاريخية واحدة للماضي. سنتحدث عن هذا الموضوع، خاصة مسألة الحرية التي يعني بعضهم يقول هم أحرار فيما يعتنقون وفيما يصنعون، ولكن دعنا فقط نأخذ معنا المحلل السياسي عبد العزيز الهداشي من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. أسعد الله مساءكم وتحية لكم ولضيوفكم ولضيوف الكرام. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. بداية، كيف تتابع ظاهرة تطييف المجتمع بالمذهبية التي يحاول الحوثي واسم اليمنيين بها في مختلف احتفالاته ومختلف المناطق أيضا التي يسيطر عليها؟ بالنسبة للحوثي، هو منذ بدايته ومنذ ظهوره ومنذ نشأة الشباب المؤمن منتصف التسعينات ولم يخفي هذا الأمر، بل جاهر به. الآن كل الظروف مواتية له. أنا لا أهتم باحتفالات كثيرا، الخطورة ليست هنا، الخطورة في استغلاله في المدارس، الخطورة في استغلال يعني في المراكز الصيفية. استطاع حشد ما يقارب 300,000 طالب في المحافظات التي يسيطر عليها. هؤلاء النش، إذا كنا عانينا من مجموعة أفراد جريج من الطلاب أو الشباب الذين كانوا في تنظيم الشباب المؤمن، عانينا منهم، فكيف ب 300,000 طالب؟ هذا 300,000 طالب يكفيه أن يحصل على 10% منهم ذو ولاء عقائدي له، أي 30,000 طالب. لا تنسي أيضا المدارس الحكومية التي تحت سيطرته، هناك ما يقارب من 3 مليون طالب. إذا حصل على 5% منهم قد نصل إلى 150,000 واحد ذو تبعية عقائدية، و20% ذو تبعية نسبية، يعني البعد العقائدي يكون أقل. هنا الكارثة تكمن. أما بالنسبة للاحتفالات والمظاهرات التي يخرجها، المظاهرات عادة هي سلوك معارض، وليس عفوا، المظاهرات هي سلوك معارض، بمعنى أن لو معارضة أو تنظيم معارض في أي دولة في العالم استطاع أن يخرج 1,000 شخص للاحتجاج والتظاهر، فهذا أقوى بكثير من أن تقوم السلطة الحاكمة بإخراج 1,000,000 متظاهر ومحتشد. بالنسبة الخطورة دائما تكمن في التعليم وفي التربية والتعليم. هنا أضيف إلى ذلك أن هناك الأطفال حتى الذين لم يخضعوا للملشنة أو للطائفية في المدارس، هناك جزء تأثر بالحوثي من خارج. تصوري أن هناك أطفال كان عمره 10 سنوات عام 2013، الآن أصبح شاب يافع وهو يشاهد شعارات الحوثي ويشاهد احتفالات الحوثي. خلال الفترة هذه هنا احنا نسميه التأثر بالشعارات، هنا بيكونوا 10,000 من الأطفال قد انضموا عقائديا من بدون أن يخضعوا لدورات طائفية. أضيف إلى ذلك أن هناك جزء من الناس أدى الانتكاسة العسكرية وخروج التحالف عن أهدافه الرسمية وتوقف الجبهات، خصوصا الكبار، شعروا أن الحوثي لديه تأييد إلهي، فهذولا ينضموا إلى الحوثي بشكل آلي. الآن لو استمر الوضع الجامد حاليا، لا حزم عسكري ولا حل سياسي، فخلال 5 سنوات أو لمدة سنة يكفي سوف تشاهدين أغلب المناطق التي سيطر عليها الحوثي أصبحت بنسبة معينة، عفوا دعيني أكمل، أصبحت بنسبة معينة قد اتبعت طائفته. دعيني أضرب مثال محافظة البيضاء، حتى قبل سنتين أو قبل 3 سنوات لم يكن الحوثي، رغم أن الحوثي ركز على البيضاء منذ بداية الحرب، من قبل عاصفة الحزب، وكان البيضاء بلحق اسم اتفاقية السلم والشراكة، وقاتلته البيضاء بعيدا عن كل هذا. الآن مع مرور الوقت أصبح هناك ناس من البيضاء يقاتلون معه، صحيح أنها أقل نسبة في المحافظات التي يسيطر عليها لدي مقاتلين، لكن وجود أفراد قلائل من البيضاء يقاتلون معه هذا يعتبر إنجاز كبير له. استمرار الوضع السياسي أو الركود السياسي وعدم الحزم العسكري في أي اتجاه، هذا بيؤدي إلى أن الناس تتبع الحوثي أوتوماتيكيا. نعم، برأيك لكن أستاذ عبد العزيز،
برأيك هل سينجح الحوثي في تغيير هوية اليمنيين الجمهورية وتحويلهم إلى إماميين، خاصة يعني وهو يلعب على وتر الشباب ويركز فعليا على المدارس والمراكز الصيفية، وكأنه يعلم ماذا يصنع خاصة بهؤلاء الشباب؟ الحوثي السؤال ليس هل سوف ينجح، السؤال ما مدى النجاح الذي وصل إليه، وفعلا قد نجح إلى حد كبير. لو حسمت الحرب في خلال سنتين كان قضي على الفكر الحوثي. الآن من الصعب جدا أن نقضي على الأقل، أنا ضربت لك مثال في المدارس، 30,000 من المعسكرات الصيفية و150 طالب من ضمن الطلاب الملايين الطلاب، من الصعب أن نقضي على هذا الفكر حاليا، وكلما لكنه ما زال ممكن، ولكن كلما تأخر وقت الحسم العسكري أو الحل السياسي لا فرق بين الاثنين، كلما ازداد الحوثي نجاح. والطائفية هذه تفرض بالقوة أو تفرض بالتعليم والتثقيف. للتذكير فقط أن إيران نفسها كانت دولة سنية بأكملها، حتى أتى المؤسسة الدولة الصفوية لا أحضرني اسمه وتم تشييعها بالقوة. الحوثي يعتمد إضافة إلى الطائفية والمذهبية، يعتمد على العرقية السلالية الهاشمية والاصطفاء الإلهي، وبالتالي فإن احتفالاته تتركز في هذا المجال. يوم الغدير، يوم ذكرى استشهاد الحسين، ذكرى استشهاد الإمام علي، ذكرى استشهاد، وهذه تثير عواطف العامة. وبالتالي الحوثي كان وما زال وسوف يظل يحقق نجاح طالما أن الحسم العسكري بعيد عنا، وطالما أن هناك انتكاسة في أهداف التحالف، وطالما أنه لا يوجد حل سياسي. نعم. إذن لماذا السعودية برأيك تتجاهل ما يحصل في صنعاء؟ يعني ألا تستثيرها هذه الحشود؟ ألا يستثيرها ما يصنعه الحوثي من تطييف للمجتمع سيصيبها يعني عاجلا أم آجلا بطبيعة الحال؟ السعودية نتيجة الطعنة التي أتت من الخلف من قبل الإمارات يعني في الجنوب أصبح، ونتيجة الركود العسكري، وأنا أقول أن طعنة الإمارات لم تأتي اليوم، طعنة الإمارات للسعودية كانت في عام 2000 في منتصف 2016 في نهاية 2015 وبداية 2016 عندما استطاعوا يقنعوا السعودية على أن التقدم في جبهتنا ودخول صنعاء من قبل جبهتنا هو تسليم صنعاء للإخوان. السعودية حتى الآن أعتقد ربما وأتمنى ولو من باب التمني أنها بدأت تفهم اللعبة. السعودية لا أقول عاجزة، ولكنها مرتبكة نتيجة الأحداث التي في الجنوب، ونتيجة يعني تأخر الحسم العسكري الذي كان للإمارات دور في إقناعها فيه. نعم إذن يعني الحوثي اليوم تصل صواريخه إلى العمق السعودي أستاذ عبد العزيز، يعني عسكريا وفكريا هو يعني مهدد أو مهدد للسعودية من قلب صنعاء إن صح لي القول، ومع ذلك ليس هناك يعني الوضع ساكن سواء عسكريا أو حتى سياسيا، وكأن هناك شبه قبول بما يحدث، ما رأيك؟ لا 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 ليس شبه قبول، ليس شبه قبول، ولكن استطيع ان اقول انه كان تم البحث في فتره من الفترات عن البدائل عن الجيش الوطني القادم من مارب، وكان انهم توصلوا الى دعم علي عبد الله الصالح في نهايه 2017، ولكن قضي عليه، ثم راهنوا على طارق عطفاش في جبهه الساحل الغربي، وان هناك مئات الالاف سوف يلتحقون به لحسم المعركة شمالا، ولكن ثبت أنه لم يلتحق به إلا في حدود 10 إلى 15 ألف شخص، وهؤلاء لا يستطيعون حسم أي معركة. وبالتالي أتمنى أن السعودية تأخذ بالاتجاه الصحيح وتتحالف مع القوى العسكرية والسياسية اللي موجودة على الأرض، أو حتى لو كانت قوى قبلية. فنتمنى هذا من باب التمني. اما بالنسبه لصواريخ الحوثي، يمكن سبق قبل سنه ومعكم وفي هذا البرنامج قلنا ان كلما طال زمن الحرب
فإن الحوثي سوف يطور من ذاته، سواء حتى الدفاع الجوي بدأ يتطور لدى الحوثي. قبل فترة أسقطوا طائرة عسكرية أمريكية في يعني في دمار. الطول أمد الحرب يجبر الحوثي على التطور. أضيف إلى ذلك أن الحشد الشيعي في العراق قد انتهت مهمته، بمعنى أنهم قضوا على تنظيم الدولة الإسلامية بين قوسين داعش وعلى تنظيم القاعدة في العراق، وبالتالي أصبح الحشد الشيعي متفرغ لدعم المجهود العسكري الحوثي في اليمن. أضيف إلى ذلك أن المعركة في سوريا انتهت لصالح القوى المناصرة لإيران أو شارفت على الانتهاء، وبالتالي أصبحت الجهد الإيراني والجهد المناصر لإيران سواء في العراق أو في لبنان أو في سوريا موجه نحو الحوثي، بدل أن قبل ذلك كان مشتت بين العراق وسوريا ولبنان. الآن كل القوى الشيعية تحشد لدعم الحوثي وإيصال السلاح إليه بطريقة أو بآخر، ليس أمام السعودية. نحن دعيني أتكلم بهذا الجزئية، لن يتضرر من الحوثي إلا نحن والسعودية، احنا المتضررين من الحوثي. اما ان نضع يدينا في يد بعض ونسعى للقضاء على هذا الكيان الذي يهددنا كيمنيين ويهدد الاخوه في السعوديه، يجب ان نتحالف تحالف صادق للقضاء على الحوثي. كما وبعد سنه، لو طالت الحرب سنه وسنتين، سوف تكون فاعله الصواريخ الحوثيه والطائره المسيره اخطر بكثير مما هي عليها الان. فالاولى ألا نفتح جبهات عسكريا، ألا نكسر الجبهات، جبهة حرب، جبهة مش عارف، معنا جبهتين، جبهة صرواح وجبهة تفعيل هاتين الجبهتين كثير بالقضاء على الحوثي. يجب القضاء على الحوثي عسكريا، حتى الحل السياسي لن يكون هناك حل سياسي إلا إذا تم كسرة شوكة الحوثي عسكريا، إما بالوصول إلى تحرير البيضة والوصول إلى دمار، أو بالتوجه جنوبا من الضالع باتجاه زمر والوصول إلى يريد، أو بتحرير الحديدة. يجب كسر شوكة الحوثي على الأقل، ليس بالشرط تحرير صنعاء أو تحرير صعدة أو تحرير، يجب كسر شوكة الحوثي عسكريا حتى يكون هناك حل سياسي متوازن. أي حل سياسي خارج أو قبل كسر الحوثي عسكريا سوف يجعل الحوثي يهيمن ويسيطر على الجميع. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز الهداش المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نبيل، وقبل أن نعلق على ما طرحه الأستاذ عبد العزيز، كنت سألتك حول مسألة أن ما يحدث هو حرية فكرية للمعتقد، لما لا نتقبل الناس بأفكارهم؟ هناك من يطرح بعض هذه الآراء، ما رأيك أنت؟ هذا رأي غريب وعجيب. يعني الناس تتحدث عن الحرية الفكرية في إطار واقع سياسي جيد، في إطار تعددية فعلا، تعددية ثقافية وسياسية، في إطار وجود نظام سياسي. أما اليوم احنا ما نتحدث عن حرية فكرية سياسية تحت تهديد السلاح. يعني أي حرية هذه وأي تعددية ثقافية فكرية؟ أنت بسلاحك الذي انقلب على الدولة وسطوتك وسيطرتك على الدولة اليوم، وتريد تفرض رؤية وجهة نظر مذهبية طائفية ولون واحد للحياة السياسية والثقافية الاجتماعية، تتحدث عن تعددية سياسية وحرية الرأي. حرية الرأي الناس تتحدث عند وجود دولة ضامنة لحرية وحقوق الناس جميعا. هناك انتخابات ديمقراطية، هناك يعني تنافس حر وميدان سياسي مستوي لجميع القوى السياسية والثقافية تشتغل وتعمل وتتنافس تحت مظلة الدولة الموجودة ومؤسساتها الضامنة. أما اليوم أنت سطوت على الدولة وأسقطت كيانيتها الدستورية وبقوة السلاح، وأحدثت انقلابا وشوهت كل مدامك الاتفاق الاجتماعي والسياسي والثقافي اللي كان موجود، أو الانسجام الاجتماعي الموجود في الحالية، من أنت تقول لي حرية رأي؟ يعني هذا نوع من الضحك على الدقون إذا صح التعبير، لأنه يتحدث عن حالة افتراضية. الناس تتحدث عن تعددية وعن حرية رأي في إطار وجود ضمانات مشتركات إنسانية ديمقراطية في مجتمع توجد فيه صورة مبسطة للدولة ومؤسساتها الناظمة لحقوق الناس وحرياتها. أما اليوم لا حقوق ولا حريات، أنت فرضت قوة السلاح، سأسقطت الدولة، سيطرت على مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وتريد اليوم أن تغير المجتمع ثقافيا وفكريا ومذهبيا. فأي حرية فكر؟ حرية الفكر تكون كما قلنا بهذه الشروط الموجودة، وجود دورة ضامنة، وجود تعددية سياسية وثقافية اجتماعية،
بعد ذلك تحدث عن قل ما شئت. نعم. ما دام ان لا كلمه يعني تفرض بالقوه والقصر والاكراه، انا باعتقادي هذه تعدديه. اما اليوم انت بيدك المدفعيه، اسقطت الدوله وبيدك السلاح، وتريد ان تقول لي هذا حريه راي. حريه راي تتعارض مطلقا مع وجود الاكراه والقصر بالسلاح. نعم، يرى الاستاذ عبد العزيز ان مساله الحشود ليست مهمة بقدر مسألة استغلال المدارس، المراكز الصيفية، الحشود التي يتوجهون بها من خلال هؤلاء صغار السن. وضرب مثالا ربما أنه لو كان هناك طفل عمره 10 سنوات يستمع فقط لشعارات وخطابات الحوثي، اليوم هو يافع في سن المراهقة يتأثر بطبيعة الحال بما يحدث. ما مدى تأثير ذلك أستاذ نبيل؟ أنا أتفق معه كثيرا، لأنه بالأخير هذه الحشود هي لا تعبر عن قناعة الناس بقدر ما تعبر عن اضطرارية اللحظة. الناس تضطر لأن خوفا من العقاب، خوفا من التهديد والترهيب أنها تحضر مثل هذه الفعاليات. لكن الخطورة الكبيرة أنه هناك جيل اليوم يتم تربيته في المدارس وفي المراكز الصيفية وفي كل ما له علاقة بالمحاضن المذهبية والطائفية، يتم تكريس فكر الكراهة والكراهية وكل ما له علاقة بي 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 يعني بتدمير حالة السلم المجتمعي والثقافي الموجود في الحال اليمنية. هذا أخطر بكثير اليوم، وخاصة أنه أنت يعني في مناطق مكتظة بالسكان، يكاد يكون كل أطفالها يعني 400 إلى 500 ألف طفل يتم تدقينهم في المدارس. يعني بحسب آخر تصريح لهم يقيل أن هناك أكثر 250 ألف طفل شاركوا في المراكز الصيفية. نحن أمام ربع مليون طفل، هؤلاء ربع مليون طفل يعني سيكونون خلال الفترة القادمة بمجرد يعني مادة خامة لإعادة تشكيلهم وتوجيههم نحو أهداف مذهبية وطائفية وتغريس مفهوم المظلومية التاريخية لديهم وحقنهم بهذه الثقافة الطائفية المزيفة التي تعمل على إذكاء روح الكراهية في المجتمع. نحن أمام إشكالية خطيرة، وخاصة أنه الأمر لم يعد مقتصر على مسألة المحاضن الصيفية أو ما يسمى بالمراكز الصيفية. الآن هناك اشتغال على مدى 5 سنوات، نحن أمام فترة طويلة من الوقت الذي عملوا فيه على إعادة تشكيل مواد التعليمية، المواد الدراسية خاصة فيما يتعلق بالتربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ والاجتماعية، أعادوا صياغتها بما يتناسب مع رؤية هذه الطائفة ومع هذه السلالة وتفسيرها للتاريخ وتفسيرها للصراع التاريخي وتفسيرها أيضا للرؤية الإسلامية بحسب المنظور المذهبي الطائفي. نحن أمام اختلال كبير. يعني تخيل اليوم أطفال يعني في القرن 21 لا زالوا مهجوسين يعني في بصراع السقيفة وبصراع علي ومعاوية وصراع عائشة وفاطمة. يعني مثل هذه الأفكار الخاطئة والأفكار المذهبية هذه لن تندق نظرة إلى المستقبل بقدر ما ستعيد الناس للصراع حول الماضي، وبالتالي هذه ربما أكبر كارثة تواجهها اليمن اليوم. وكلما طال أمد الحرب كلما أدى ثماره في إنتاج مزيد من القنابل الموقوتة وأفكار بشرية مشوهة بهذا الشكل الذي نراه اليوم. إذن 5 سنوات أستاذ نبيل بلا نتيجة حقيقة، وهذه 5 سنوات ربما تترك أثرها ومداها على هؤلاء الشباب، وكلما طالت سنوات الحرب يعني ترسيخ هذه الأفكار لدى هؤلاء الشباب. هل يعقل أن السعودية لا تعي هذا الخطر الذي ينمو حولها؟ يعني هناك دولة مذهبية طائفية تنشأ حول خاصرتها كما يقال. نحن قلنا ونقول دائما أنه يعني ما أوصل المنطقة لهذه اللحظة الجنونية العبثية، أنه يعني لا أريد أن أوغل في الحديث عن فكرة المؤامرة والعصا السحرية التي تحول أو تعيد تشكيل المجتمع وتحول تشكيل المنطقة، لكن أيضا من خلال متابعة 5 سنوات من الصراع السياسي والثقافي والإعلامي والفكري يشعر واحد أنه يعني فعلا هناك خارطة واضحة لإعادة صياغة المنطقة كلها. وأن يعني كان في كتاب مهم صدر قبل سنوات تقريبا في 2004، هذا الكتاب صدر بعد سقوط
بعد سقوط بغداد مباشرة في 2003. هذا الكتاب كان مهم، كان اسمه صحوة الشيعة للمفكر الأمريكي من أصول إيرانية والي نصر، اسمه والي نصر. هذا الكتاب حينما نقرأه بمنظور اليوم لتلك اللحظة، يعني حينما كان ينظر لتلك اللحظة في 2004 إلى ما يحدث الآن، يعني كيف كان يستبق قراءة مثل هذه الأحداث، يعني أنه في صحوة شيعية. هذه الصحوة الشيعية موجودة في المجتمعات الأقليات الطائفية الشيعية، هي التي ستعمل على إحداث تغيير سياسي، وأنه يجب للغرب أن يتعاطى مع هذا مع هذه الأقليات. وبالتالي فكرة الأقليات المظلومة، الأقليات الطائفية، هي فكرة يعني مخدومة بشكل كبير في مراكز دراسات والأبحاث الغربية. لذلك أنت تري على امتداد 5 سنوات، يعني كل الدراسات التي غربية التي تناولت جماعة الحوثي لا تتحدث على أنها جماعة مذهبية، تتحدث على أنها أقلية اجتماعية مظلومة. مثل يعني غرس مثل هذه المفاهيم هو نتيجة أنه في اشتغال مخابراتي، في اشتغال أيضا من قبل هذه الجماعات الطائفية وتوغلها في المجتمع المدني في الغرب، مراكز الدراسات هي التي أنتجت لنا أو وصلتنا إلى هذه الحالة. بمعنى آخر أنه في اشتغال، ما هذا الاشتغال هو الذي اليوم يعني حول السعودية من 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 حالة من من أو دعني أقول كانت مثابة أمام المشروع، إمكانيتها المالية والعسكرية والدينية والسياسية كانت مثابة حاجز صد أمام دولة الأقليات الطائفية. لكن للأسف أيضاً إنه أنت عندما تقترب من البنية الداخلية لصانع القرار السياسي السعودي والمسار الإعلامي والثقافي في وسائل الإعلام السعودية، تكتشف أن هذه المؤسسات مخترقة من الداخل، وخاصة إنه هناك يعني أقلية شيعية كبيرة أو مؤثرة ثقافياً وإعلامياً في المشهد السعودي. الجانب الأخطر والأكبر هو دخول أبو ظبي في موسم اصطياد الثورات الربيع العربي. وأبو ظبي يعني ندرك يعني حجم التوافق والخدمة والتواظف، يعني يقول التخادم بين الإمارات وبين إيران، والتي ظلت هناك حرب قائمة مشتعلة بينهم إعلاميا، لكن في حقيقة الأمر كان هناك توافق وتخادم فيما يتعلق بضرب مسيرة الربيع العربي في مصر، في سوريا، في العراق، في اليمن، وصولا إلى هذه المرحلة التي نراها. وبالتالي كان في اشتغال أيضا الاتفاق الأخير بين الإيرانيين والإماراتيين الذي على ضوء سقطت عدن من يد الشرعية، ولازالت أيضا يعني أنا يعني لا أستبعد أيضا أنه هذا التخادم اليوم وصل إلى مرحلة يعني تحويل السعودية من حاجز صد أمام هذه المشاريع الصغيرة الطائفية إلى أداة لإنتاج مثل هذه المشاريع كما نرى في الحالة اليمنية اليوم. أنا باعتقادي يعني السعودية تعاني اختراق سياسي كبير في صناعة القرار السياسي والإعلامي والثقافي، ونرى كل الكتاب اليوم السعوديين الذين يظهرون بمظاهر أنه كتاب ليبراليين وعلمانيين، لكن في حقيقة أنفسهم يخدمون مشروع الأقليات الطائفية الشيعية في المنطقة، ويعملون على شيطنة كل القوى السياسية والدينية المناوئة للجماعات الطائفية. نرى كيف يشتغلون في تجريم وفوبيا الإخوان المسلمين الذي يشتغلون عليها لضرب كل محاولة للوقوف أمام مشروع الإيراني. نعم. إذن اسمح لنا أن نستضيف أيضا الدكتور فارس أربيل المحلل السياسي عبر الهاتف من جنيف. مساء الخير دكتور فارس. عفوا. مساء النور، أهلا بكم. أهلا بك. إذن دكتور، بخصوص هذه الحشود الطائفية الضخمة والتي يخرجها الحوثي في صنعاء، برأيك ما هي الرسالة التي توصلها هذه الحشود وبهذه اللافتات الطائفية؟ هي رمزية تؤكد طبيعة المشروع الإيراني الذي يريد أن يصل إلى مرحلة ما، إلى مشروع التمكين الشيعي، وبالتالي كأنما يريد أن يقول أننا في إطار هذا المسار بشكل واضح. وأعتقد أنه لم يعد في هذا العصر من قوة تريد أن تفرض سيطرتها بشكل أيديولوجي كما تفعل إيران بشكل واضح منذ 79 القرن الماضي، وبالتالي هي تسير بخطى الحقيقة أنها ممنهجة بشكل كامل، وفي ذات الآن لم تألو جهدا في أن تصل إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة تغيير الهوية بدرجة أساسية، إلى مرحلة
لنقل عملية سحب كثير من المفاهيم والقيم بعد تهديمها لصالح أن تضع الفكر الأيديولوجي الذي تحمله ما يسمى بولاية الفقيه أو كثير من النظريات التي تقال. لكن في كل الأحوال أنا أتصور أن ما وصلت إليه الحالة في صنعاء هي إشارة كبيرة على أننا نحارب بشكل خطأ ما يحدث الآن من مواجهة لميليشيا الحوثي رغم بطئها، ومن ناحية هي مهمة للغاية، لكن بالمقابل تحت أزيز الطائرات ميليشيا الحوثي تقوم منذ أول لحظة بترجمة هذا المشروع الطائفي، هذا الفكر الأيديولوجي بشكل حثيث وبشكل مستمر. لاحظي أن كل ما يحدث عسكريا حول الحوثيين ومع ذلك يخرجون هذه الدفعات المؤدلجة بشكل كامل. صحيح هنالك ظروف معينة وقد يكون هنالك انسياب من قبل بعض الناس ومن بعض الجماهير بحكم الظروف وبحكم القوة الضاغطة، لكن الحقيقة تقول أن هنالك عملية تجيش طائفي واضحة المعالم. ميليشيا الحوثي تفرض ما يسمى بالدورات الثقافية على تقريبا كل من تستطيع الوصول إليه. ميليشيا الحوثي تبث أفكارها كمشروع أول قبل مسألة السيطرة على السلطة، قبل مسألة الاستمرار في تفاوض سياسي بعيد المدى لتربك المشهد ولتستفيد مساحة أكبر لتحقيق هذه الغايات التي تريدها. ميليشيا الحوثي منذ أول لحظة دخلت صنعاء لاحظنا كيف بدأت بتغيير كثير من القيم، كيف ركزت بشكل كامل على مسألة المناهج التعليمية وعلى مسألة إدخال الأنماط وإدخال ما يسمى بالحسينيات، ما يسمى بكثير من الطقوس التي يكتنفها المشروع الإيراني. وبالتالي الآن ميليشيا الحوثي تريد أن تقول أولا لإيران أنها جاهزة وتسير على هذا المنوال بشكل كامل، وفي نفس الوقت توضح القوة التي تريد أن تصل إليها إيران. وهذا الأخطر أن لا أحد ينتبه تماما لهذه المشكلة، لهذا الشرخ الكبير وهذه الكارثة التي ستظل معنا لعقود طويلة. يمكن أن تنتهي الحرب اليوم أو غدا بأي طريقة، ستتوقف الحرب مهما يكن، لكن بقاء هذه الأفكار المسمومة وهذا الصراع الأيديولوجي هو الأخطر في الموضوع للأسف. نعم، إذا الحكومة ليس لها أي رد فعل أستاذ دكتور فارس، عفوا، لا فكري ولا إعلامي تجاه جهود تطييف المجتمع من قبل ميليشيا الحوثي. برأيك ما الذي يفترض أن تقوم به الحكومة وهي يعني بعيدة تماما عن المشهد؟ وهذا هو المؤلم في الموضوع، أن الحكومة اتفقنا أو اختلفنا مع المجهود الذي تقوم به، لكن هذا المجهود يصير في اتجاه عملية عسكرية أو سياسية لا تعني تماما بالخطر الأكبر وهو مواجهة هذا الفكر ومواجهة هذه القيم التي تغرس بهذا الشكل وهذا التجيش الفكري والطائفي وتجريف الهوية بشكل كامل. الحكومة لم تقم بشيء من في إطار هذا الأمر. وكان يفترض بالحكومة أن صحيح هي مؤسسات رسمية لكن لديها قوى مجتمعية كثيرة، لدينا الأحزاب، لدينا النخب، لدينا المؤسسات الوعي سواء كانت مؤسسات فردية أو مؤسسات حتى دينية، مؤسسات سياسية، مؤسسات مدنية وثقافية وأكاديمية. كل هذه المؤسسات معنية بإيقاف هذا التدهور الفكري الكبير وهذا التجريف الممنهج للهوية وللثقافة وللقيم اليمنية. لأنه نحن صحيح لا نعادي فكرا لأنه فكر وفقط، إنما نحن أمام حالة من التجريف اللاواعي للحضارة اليمنية، للموروث اليمني، للقيم اليمنية، للعادات اليمنية. هنالك حالة من التغريب الممنهج الذي يتم. لكن بالمقابل الحقيقة أن جهود الحكومة ملومة بالتأكيد، وكذلك الأحزاب السياسية بدرجة
كاملة، كذلك النخاب، كذلك المثقفين، كذلك كل هؤلاء لا يتحدثون عن هذه المشكلة، لا يتحدثون عن عمق الفادحة الكبيرة التي سنعاني منها كثيرا بعد أن تضع الحرب أوزارها، أو حتى من هذه اللحظة. كيف يمكن بعد ذلك أن تقنع هذه الحشود اللاواعية التي تمتلئ بالأفكار الطائفية فيما بعد لتعيش معك، على الأقل أن تقبلك في المجتمع اليمني؟ ربما بعد ذلك سيطردون كما يطردون القيم اليمنية، سيطردون كل الحياة اليمنية بمعناها الحقيقي، ويستبدلونها في حالة من التغيير الديموغرافي والتغيير الكامل الحقيقة، وهذا مؤلم، مؤلم جدا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور فارس ألبيل المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، اليوم الحوثي يقصف بقيق ويستهدف بشكل مستمر منشآت سعودية استراتيجية، يعني الرياض حتى الآن لم تذهب إلى حسم المعركة مع الحوثيين رغم تضررها المباشر، يعني هناك ضرر عسكري، هناك ضرر فكري، ومع ذلك يعني لا يوجد يعني تحرك جاد نحو هذه المسألة. طبعا لن تمر المملكة العربية السعودية طوال تاريخها ربما بحالة انكشاف أمني وسياسي وعسكري كما تمر به اليوم، وهذا الانكشاف ليس نتيجة ضعف المملكة وإمكانياتها المختلفة اقتصاديا وعسكريا، وإنما نتاج سياسات عدمية، سياسات غبية دعني أقول، حسابات خاطئة، سوء تقدير، سميه ما شئت، لكن في الأخير نتائج مثل هذه السياسات هي التي أوصلت المملكة إلى هذا المأزق. لا يمكن للمملكة العربية السعودية الخروج من هذا المأزق إلا بعد تصحيح كثير من السياسات. في مقدمة هذه السياسات وأبسطها هو إعادة تحالفات جديدة، أن تعرف المملكة الحليف من العدو، الحليف من الصديق، أو العدو من الصديق كما يقال، لأنه أنا باعتقادي أنه اللي أحدثته الإمارات على امتداد 5 سنوات فيما يتعلق بمشروع التحالف، إفشال فكرة التحالف العربي من أساسه واقتصار هذا التحالف على المملكة والإمارات، وبالتالي اليوم لم يعد هذا التحالف سوى مسمى للعمليات السعودية. أنا باعتقادي أنه أكبر هزيمة تلقتها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالحرب اليمن والملف اليمني ليس من قبل الحوثيين وإنما من قبل الإمارات. الحوثيين لا يستطيعون أن يفعلوا ما فعلوا لولا وجود خلل كبير متمثل بوجود حصان طروادة ممثلا بالإمارات داخل التحالف العربي. الإمارات هي التي قصفت الجيش الوطني، الإمارات هي التي قصفت وقتلت السعوديين أنفسهم. نحن لا ننسى الضابط سهيان الذي قتل قائد عمليات باب المندب، قتل من قبل الإماراتيين، ولا ننسى حادثة الطائرة المروحية التي كان فيها مجموعة من الضباط السعوديين في البقع وتم قصفها. الإمارات قصفت مناطق الجيش الوطني في البقع وفي نهم وفي كل ابتعاز وفي كل مكان، وبالتالي كان كل هذه الأعمال تتم من قبل الإمارات تحت غطاء المملكة العربية السعودية. اليوم أنا باعتقادي الطريق الوحيد لخروج السعودية من المستنقع الذي وقعت فيه اليوم إلا ب تصفية حسابات واضحة ودقيقة فيما يتعلق بتسمية الإمارات، هل هي دولة عدو أم حليفة؟ الإمارات اليوم تثبت بما لا داعي لمجال الشك أنها عدو، ليس فقط لليمنيين وأيضا للمملكة العربية السعودية، وأن هذه السياسات الخاطئة التي اتخذتها القيادة السعودية الجديدة هي التي أوصلت السعودية لهذا المستنقع، لهذه الحالة من الضعف والهشاشة والرثاء، لدولة لها من الإمكانيات الكبيرة ربما ما لا يمتلكه دول كبيرة جنبها، ليست إمكانيات، لا تقارن إمكانيات إيران ولا إسرائيل ولا حتى تركيا بما تمتلكه المملكة العربية السعودية من مقدرات. لكن الفارق الجوهري أن هناك ساسة يصنعون سياسات دول، وهناك مجموعة من دعني أقول من المغفلين أو من الصبيان أو من سميه ما شئت، هم الذين أوصلوا المملكة العربية السعودية لهذا الحضيض. يعني تتخيلين دولة بهذا الحجم وبهذا الكبار تقاد عن طريق ناشطين في الانترنت وفي تويتر، من سعود القحطاني الى تركيا آل الشيخ الى فلان وعلان، يعني نحن امام حاله غريبه ومضحكه فيما يتعلق بالمملكه العربيه السعوديه التي كان ينظر لها على انها اخر دوله عربيه تمتلك من الامان ومن
ومن القوة ما سيحافظ على ما تبقى من المنطقة العربية التي التهمت إيران 5 عواصم من أو 4 عواصم منها حتى الآن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث نبيل البكيري، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.